لا وقف لاطلاق النار ولا توقف للمعارك ولا ملامح للتهدئه، هكذا يبدو المشهد في المناطق المختلفه التي تتصاعد فيها كل يوم حده القتال. ميليشيا الحوثي وفي وقت سابق اعلنت ايقاف العمليات الهجوميه بالطيران المسير والصواريخ على السعوديه في مقابل ايقاف الرياض لعملياتها العسكريه. السعوديه وبحسب صحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه وافقت على وقف اطلاق نار جزئيا، ونقلت الصحيفه ان هذا الاجراء ياتي ردا على اعلان الحوثيين قبل ايام وقف الهجمات ضد السعوديه، لكن هذه التصريحات سرعان ما تحولت الى سراب بعد ان عاودت ميليشيا الحوثي تصعيدها من خلال عمليات عسكريه نفذتها قواتها في محور نجران، وهو ما يعتبره مراقبون اعاده الجهود الدوليه لايقاف اطلاق النار الى نقطه الصفر. التحركات الدولية في الملف اليمني لم تتوقف حيث دعت الدول الخمس دائمه العضوية في مجلس الامن اضافه الى المانيا والكويت والسويد اطراف الصراع في اليمن الى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الاممي واعاده المسار السياسي. البيان المشترك للدول اشار ايضا الى ان التطورات في عدن تعكس الحاجه العاجله لبدء عمليه سياسيه شامله تؤدي الى تسويه دائمه لانهاء الصراع. تطورات عديده اذن يشهدها الواقع الميداني امام تحركات دوليه لم تتوقف بشان اعاده العمليه السياسيه وايقاف حرب يجد العالم انها انتجت اسوا ازمه انسانيه الى جانب التسبب بقتل وجرح الاف المدنيين